من هنا من لندن نبدأ نشرتنا، إذ استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور بريطانيا لبحث آفاق التعاون الأمني والتجاري بين البلدين. تتزامن زيارة السيسي مع إعلان الحكومة البريطانية وقف رحلاتها الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ بمصر إثر حصولها على معلومات ترى أنها تدفع في اتجاه الاعتقاد بأن شحنة متفجرة كانت السبب في تحطم الطائرة الروسية في سيناء هذا الأسبوع. وشهدت العاصمة البريطانية تظاهرات احتجاجا على زيارة السيسي لبريطانيا وللمطالبة بوقف الدعم العسكري لمصر. من جانبه دان زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن دعوة كاميرون للسيسي ودعا لوقف تصدير الأسلحة لمصر.